كثار بفكروا يا سعيد أنه خلال شهر رمضان الأسنان ما فينا نهتم فيها مثل العادة. هالشي مش صحيح أبداً. الشهر الفضيل هو أحسن فرصة لنهتم بأسناننا. بعد وجبة السحور من الضروري جداً تفريش الأسنان واستخدام المضمضة الفموية ليكون تمك فريش بأول ساعات الصيام. وحتى خلال ساعات الصيام بإمكانك تفريش أسنانك. وإذا خايف تبلع شيء من معجون الأسنان اكتفي بالتفريش من غير معجون بشكل استثنائي. وإذا بدك فيك تستخدم السواك. بكل الأحوال عملية الوضوء بحد ذاتها 5 مرات باليوم تسمح لك أنك تهتم بأسنانك أكثر. وأنا بعرف يا سعيد أنه على الإفطار ما رح تخلي شيء ما رح تاكله. وبغض النظر عن رأي أخصائيين التغذية بعاداتك السيئة برمضان، أنا كطبيب أسنان بهمني أنك تفرش أسنانك بعد الفطور مباشرة وقبل ما تبلش متابعة المسلسلات. مش ضروري تضل طول السهرة صحن رايح وصحن جاي من المكسرات والحلويات والعصائر الغنية بالسكر. خلي رمضان يكون شهر الصحة لجسمنا وأسناننا. مبارك عليكم الشهر وعساكم دوم بصحة وسعادة.